أكد خبراء سويسريون أن التحاليل العلمية التي أجريت في سويسرا لا تتيح البت ما إذا كان البولونيوم سبب وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. قال مدير معهد الفيزياء الإشعاعية فرانسوا بوشو خلال مؤتمر صحفي في لوزان إنه لا يمكن القول إن البولونيوم كان سبب الوفاة، ولكن لا يمكن استبعاد ذلك. أشار إلى أن النتائج تدعم منطقيا فرضية التسمم، وتبع قائلا إن النسبة المرتفعة للبولونيوم في رفات عرفات تشير إلى ضلوع طرف آخر.